فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. نلخص هذه المسالك فيما يلي ونختم ونفتح باب سؤال. ماذا نقول؟ نقول إذا أردنا أن نوازن بين مدرسة الشاطبي وابن عاشور، أول موازنة بينهما هو السعي إلى تحقيق القصد بمنهج التواتر، القصد إلى ترقية ما يدل على القصد، من القصد إلى منهج التواتر وإلى ترقية ما يدل على القصد، وبالتالي أهل التحقيق من المعاصرين. لو التفت إلى هذه المسالك، أليست هذه دعوة إلى فتح باب ترقية مسالك الإمام الشاطبي والإمام طاهر بن عاشور؟ هذه دعوة ما دام القصد إلى التواتر وترقية ما يدل على القصد. إذا كيف نرقي تلك المسالك؟ تترقى المسالك من المسالك إلى المقامات، عوض أن نقول المسالك الكاشفة عن المقاصد نقول المقامات الكاشفة عن المقاصد. ما الفرق بينهما؟ المقام من مرادفاته الإقامة، المقام من مرادفاته اللغوية، من ذيوله اللغوية الإقامة، بمعنى أن التواتر ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى إدامة النظر في النص والواقع في التخريج أو تخريجا وتنزيلا، وكلما كثرت إقامتك عند النص كلما أصبت مقصود الشرع. ثانيا، إذا مصطلح الإقامة رجح المقامات على المسالك. ثانيا، موضوع المسالك هو مصطلح أقرب إلى مصطلحات الصوفية، لأنه سماها مسالك الكشف عن المقاصد، وبالتالي هذا يفتح ماذا؟ يفتح دوننا باب الأبواب. لما كتب الإمام الشاطبي الموافقات؟ في ثنايا الموافقات كان يتحدث إن أطال الله في عمره ليكتب كتابا في التصوف. ماذا يستلزم؟ أن بيئة الإمام الشاطبي كانت بيئة توسمات، أن تخرج الحكم والأسرار دون ضابط، واحتاجت هذه التوسمات إلى ضابط، فألف من أجلها كتاب الموافقات، وانتخب تلك المصطلحات التي كانت سائدة في بيئته وزمانه من مسالك الكشف، المكاشفات عن المقاصد. والمسالك تدل على السالك، السالك والكشف مصطلحات صوفية لا يقصد معناها، وإنما يقصد ترقية هذه المسالك لتكون شرعية. وكيف تكون شرعية؟ لابد أن يستنجد بقوانين كاشفة مظهرة بينة لتلك المقاصد التي يتشوف إليها التشريع. إذن ونحن في زمن تكثرت فيه المدارس ونريد أن نجعل الأمة على مائدة واحدة وأن نتميز في هذا الفن، فنرتقي إلى انتخاب مصطلح آخر وهو مصطلح المقامات، المقامات في تحصيل مقاصد الشريعة الإسلامية، والمقام يقتضي حيزا ويقتضي نصب خيمة النظر عند النص الشرعي لتخريج مقصوده، فإذا لمست مقصوده قلت فستور بالكعبة. الإشكال أين؟ ليس في التنزيل، إشكال في ملامسة القصد. إذا أدركت مقصود ربك تفاعلت مع مقتضى مقصوده. المرأة التي جاءت إلى القاضي وقالت لها زوجي كثير صيام وكثير قيام، قالها نعم الزوج،
لأنه نظر إلى العبارة، والأصل لا ينظر إلى العبارة وينظر إلى قصدها. قصدت ماذا؟ كثرة الصيام وكثرة القيام ماذا تستلزم؟ الإهمال. فتفاعل القاضي مع مقتضى ما قالت، وتفاعل من كان معه مع مقتضى ما قصد، وبالتالي كي توصل للقصد هانت المسالك فيما بعد. الإشكال في ما هي القوانين التي تحصل بها مقاصد الشريعة. لهذا الآن لما نقول بأن المقاصد أصبحت موضة، موضة هي فعلا موضة. متى تكون الموضة؟ إذا تبجح بها الناظر دون دليل، قال هذه التيسيرا إذا نجيز هذه المسألة. ولكن من قال لك بأن الشرع قصد التيسير هنا، مع أن الشرع يدور بين التيسير وبين موضوع الاحتيال؟ إذا تحتاج هذه النظرية إلى ترقية. بالنظر إلى مسالكهم ماذا نجد؟ نجد أن المسالك لم تخرج عن ما يلي. أولا مقام اللسان العربي، مقام اللسان العربي. والمقام الثاني مقام عوائد العرب، يجب أن يحصل. ماذا قال الصحابة؟ نعرف الآية متى نزلت وأين نزلت وفي من نزلت. كذاك حدثنيه قائمة، ولما حدثني تبسم شبك يده ينقل النص بمشاهده. سلني عن أي آية آتيك لها بشاهد من كلام العرب وأقول لك أين ومتى وفي من نزلت. وهذا علم ينبغي أن نحصله لكي نحصل ما يحيط بالنص الشرعي. يعني الشريعة ليست صحيح البخاري تجلبها من المكتبة وتبدأ تخرج في المقاصد، أن تعود بالنص الشرعي إلى زمن التنزيل، أن تعود بالنص الشرعي إلى زمن التشريع، بأن تعود إلى طبعا لسان العرب، وأن تعرف عوائد العرب، أن تعرف أيامهم وأسواقهم وإلى غير ذلك. وللأسف المتقدمين منا كانوا على دراية بمقام العوائد، كان صديقة. كيف؟ الإمام مالك قال في نهى عن اتخاذ الإيهاب، أو قال أيما إيهاب دبغ فقد طهر. أيما إيهاب دبغ فقد طهورة. هذه أيهما تفيد العموم، ولكن الإمام مالك استثنى جلد الخنزير. ماذا قال له الشافعي؟ قال له كما جرت عوائدهم بعدم اتخاذ الإيهاب من جلد الخنزير، جرت عوائدهم بعدم اتخاذ الإيهاب من جلد الكلب. إذن هذا النص كيف تدرك أنه من العموم المخصوص؟ لابد أن تعود إلى بيئة النص. لو وقفت عند مسح على خفيه وجوربيه، ما حقيقة الجورب؟ نقول أنتم تسمونه جوربا فأجزتم المسح عليه. والأحكام لا تعلق بالأسماء والأشكال، وإنما تعلق بالأوصاف والمعاني. إذا عد بنص الجورب إلى الزمن الذي قيل فيه، ماذا تجد؟ أن الجوارب كانت تصنع من الجلود السبتية، من جلود البقر السبتية، من سبتة، يعني نسبة إلى سبتة. إذا العود بالنص إلى زمن الخطاب يحل كثير من الإشكالات وتلامس من خلاله مقصود الشرع. يضاف إليه مقام التعليل بمنظومته السابقة، زد عليه هذه التي استبعدها كمال طاهر بن عاشور، ذلك كونها لا تحقق القصد ولكن للخلاف، وهي مقام المعاشرين الملازمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم معاشرة حقيقية أو حكمية. كل من عاشر التشريع ولو لم يجلس في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم فهو معاشر ملازم، الملازمة حقيقية، وهذه لم تتهيئ إلا للصحابة، أو ملازمة حكمية وهي التي تهيئت في الخلف من حيث إدامة النظر في مناهجهم. ونختم المقامات بمقام التعبد. ومقام التعبد حيث سكتت المقامات فلن تكلمي، فأنت بحاجة إلى أن تتضرع وتبتهل وتبكي عند مقام العبودية لتفتح دونك المقامات. مقام التعبد لا ينتج أحكاما ومقاصد لذاته، وإنما يحيل بفضل الله سبحانه وتعالى، فيغلق عليك المقامات ليسمع تضرعاتها والبكاء على أنحاء، يعني كل يبكي لمقصده.
والفقيه المفتي لا يبكي إلا لأنه تعطلت عنده المقامات وسكتت فيحتاج إلى دعم رباني حتى يفتح دونه تلك المقامات. سنتحدث عن هذه المقامات وهي نهاية التحقيق في نظرية المقاصد، وبها سنبين حقيقتها وكيفية تفسير هذه المقامات، كيف نوظف هذه المقامات في تفسير النصوص الشرعية في كل باب من الأبواب. ونفتح باب السؤال إذا في أسئلة. نبدأ بالسؤال ربحا للوقت. أستاذ، هل يمكن أن نقول هناك اعتبار آخر في التفريق بين العلة عند الأصوليين والعلة عند المقاصديين؟ هذا الاعتبار هو أن العلة عند الأصوليين حاكمة على العلة عند المقاصد، حاكمة على العلة عند الأصوليين. فمسالك التعليل عند الأصوليين أكثرها ظني، وهذه الظنية لا بد أن تعير بمعايير قطعية من جملتها اللي هي المقصد الشرعي والعلة عند المقاصديين. ومن هذا الباب مثلا فإن الأوصاف الطردية يقول العلماء لا يعلل بها لأنه لا مناسبة فيها ولا مقصد فيها. نعم. طيب، السؤال الآخر. هذا السؤال ما فهمت السؤال. يعني ما تعليقكم على هذا؟ روعة ما شاء الله. نعم. روعة. هذا يثبت الاستقلالية للمقاصد. نعم. وحاجة الأصول إلى علم المقاصد. نعم. ما معكم. الله يكرمك إن شاء الله. دكتور، المسألة الثانية في قضية مصطلح أهل السنة والجماعة. نعم. أهل السنة والجماعة وربطه بعلم المقاصد. أليس هذا المصطلح هو مصطلح نشأ في التاريخ؟ وبالتالي يفسر في سياقاته التاريخية. وأظن والله أعلم غالب استعماله في قضية العقيدة وقضية السياسة، هو متعلق في شأن العقيدة بالشيعة وفي شأن السياسة بالخوارج. فما وجه ربطه بعلم المقاصد بأصول الفقه، حتى ما نجد من يكتب أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة؟ يعني لما فهم علاقة بين أصول الفقه والمقاصد وهذا المصطلح. صحيح. هو يعني من ناحية تاريخية لا نستطيع أن نحدد فترة زمنية دقيقة لمصطلح أهل السنة والجماعة، يعني بدقة متى ظهر هذا المصطلح. هو مصطلح انتخب من المصطلحات الدارجة في الفنون، وطبعا لا يرتبط فقط بموضوع العقائد والسياسة، لأنه دائما الخلافات الفقهية مخرجة على خلافات أصولية، والخلافات الأصولية مخرجة على خلافات اعتقادية. فإذا نسبنا طائفة إلى أهل السنة والجماعة في العقائد، ننسب كذلك العلماء الأصول المنتسبين إليهم، والفروع كذلك تنتسب إلى هذا المصطلح. بما دكتور، هنا قد يكون هناك نقاش في قضية أن هذا المصطلح تعلق به مسألة النجاة والهلاك عند الله، بالتالي البعض ربما يرتب اللي هو على خلافات فقهية أو أصولية، يرتب عليه هذه المسألة، مسألة النجاة وعدم النجاة، بينما مسألة النجاة متعلقة بالعقيدة وليس متعلقة بالخلافات الأصولية. هي مصطلح أهل السنة والجماعة إذا نظرنا إليه وفسرناه بالمقامات، أهل السنة والجماعة، نجد أن مصطلح السنة يعني المنهج، ومصطلح الجماعة فيه مسمى العصمة، لا تجتمع أمتي على خطأ. فكل منتسب إلى المنهج النبوي وكل منتسب إلى جمع الشمل فهو من أهل هذا المنهج ومن أهل ذلك الاجتماع. الآن هذا المصطلح كونه عند طائفة معينة لا يمنع من توظيفه في علم مقاصد الشريعة الإسلامية، ونحن بصدد تأليف فن بمصطلحات كما استعرنا العلة من الأصوليين، نستعير مصطلح أهل السنة مع بيانه، يعني على أن يوضع له مفهوم، يعني ضروري طبعا هذا لا يلتبس بال طبعا. هنا ماذا قلنا؟ هنا من الأعمال ما يسمى بقاموس قاموس المقاصد. نعم. قاموس المقاصد فيها شرح لكل المصطلحات حتى تبين حقيقتها.
طيب دكتور، سؤال ثالث في قضية أن التعليل هو عدول عن الأصل. نعم. أظن والله أعلم قد يساوي فهم هذا. نعم. ويعني من حيث أن التعليل كما يقول العلماء الأصل في الأحكام أنها معللة. أنها معللة. صحيح. فمن هذا الوجه التعليل هو أصل. صحيح. ولكن من أين تؤخذ العلة؟ هل تؤخذ من ظاهر اللفظ أم من خلاف ظاهره؟ فالأصل أن تؤخذ من الظاهر لا من خلاف الظاهر. فهذا مقصودكم يعني؟ هي المقصود هذا وأمر آخر. يعني من بين التناقضات قولهم الشريعة معللة، هذا كلام شاطبي. بعدين يقول اعتبار علل الأوامر والنواهي هو خلاف الأصل، هذا أصل الشريعة معللة وهذا خلاف الأصل، إذن هذا تناقض، ليس تناقضا من حيث باعتبار اللي ذكرتموه، وهناك اعتبار آخر أن الشريعة المعللة بطريق الإجمال والتفصيل أو التفصيل، ونفي العلل الجزئية لا يستلزم العلة المجملة. يعني لما نقول مثلا الوصف غير المعلم ماذا نسميه؟ الوصف التعبدي. أحسنت. إذن عندي الوصف التعليلي وعندي الوصف التعبدي. الوصف التعليلي ما هو؟ ما ذكرت علته تفصيلا، والوصف التعبدي ما انتفت علته. ولكن لماذا سمي وصفا؟ لأن الوصف لا يطلق إلا على المعلم. هذا هو الإشكال. يقولون وصف تعبدي، والوصف هو أقرب إلى التعليل من التعبد، لأن العلة وصف. فلما سمي بالوصف التعبدي؟ سمي وصفا لأن التعبدي معلل بطريق الإجمال. هذا التوجيه الأول. والتوجيه الثاني، التعبدي يجب أن يوضع للاعتبار لتخريج علته، لأن الشريعة معللة. حتى عند ابن حزم الطاهري لما قال بنفي العلل، فقلنا له لما نفى العلل؟ قال لتعبده بمحض المشيئة، وهذا عين التعليل، هذا تعليل المجمل. فقصد أن تكون عبدا بالعلل مع تشريك العلل، وقصد أن تكون عبدا دون تشريك علل، وهذا منهج الترديد حتى في المنهج، تردد بين أن تكون عبدا دون تشريك علة وأن تكون عبدا بتشريك علل، حتى تكون عبدا اضطراريا وعبدا اختياريا. وبالتالي فعلا التعليل التفصيلي هو خلاف الأصل، أما التعليل المجمل فهو أصل في الشريعة، وهذا من الذكر في مقام التعليل. عندما نتحدث عن مقام التعليل ومقام التعبد نتكلم عن الوصف التعبدي. المستعير عبارة الإمام طارق معشور يقول نطاق التعبد والتعليل يضيق ويتسع على قدر الرسوخ في العلم. من رسخ في العلم يضيق في حقه نطاق التعبدات، لأنه يعلل حتى التعبدات. نعم. ويشترط في العلة أن تكون مما يعلل فيه في كلام العرب. إذا مقام اللسان هو الأصل. نعم. تدخل آخر مسألة مجال في قضية استغلال علم المقاصد عن علم أصول الفقه. يعني ربما المعترضون يتوهمون أن المقصود بهذا الاستغلال هو استغلال في التوظيف. واستغلاف بحيث تستقل المقاصد في استنباط الأحكام الشرعية فيعترضون على هذا. نعم. بينما المقصود هو الاستغلال في الدرس والتحصيل. طبعا. أما عند التوظيف فالعلوم كلها تتكامل. طبعا. المسألة الواحدة تحتاج إلى علم اللغة وعلم الحديث وعلم التفسير. صحيح. يعني هنا في موضوع العلل ماذا قلنا؟ النصوص، ثم ذكرنا العلل بمسالكها، هذا عمل أصولي تخريج العلل. متى يبدأ العمل المقاصدي؟ يبدأ في النظر بالقدر المشترك. القدر المشترك هو عمل مقاصدي.
تحصيل القصد هو عمل مقاصد، يعني هو فن الأصول وارتقاء وزيادة. ومقام اللسان كله من باب الدلالات وكلها من داخل باب الدلالات والبلاغة، كلها أصولية، مباحث أصولية. استطيع أن نقول أن علم المقاصد خاتمة العلوم. ونحن نعلم كذلك، يقال أن السياسة كذلك، علم السياسة هو خاتمة العلوم. ما هذه، ما هذه الكلية من وجه العلاقة؟ هو موضوع السياسة ما هو؟ هو ترجمة العلوم على الواقع. ساسة الرعية، كيف ساسها؟ بمنهج نزل المناهج على الواقع. فالسياسة أقرب إلى تنزيل الأحكام. العلم السياسة. العلم لابد أن نبين حقيقته. ما معنى العلم السياسة؟ هل هو ما يذاع الآن في الإعلام؟ أنا لا نسميه سياسة، وإنما علم السياسة ما هو؟ علم السياسة ترجمة العلوم على واقع الناس برأي مصالحه. العلاقة بين علم السياسة وعلم المقاصد. العلاقة يقولون القاعدة تصرف الراعي أو الإمام منوط بالمصلحة. قاعدة السياسة علاقة بين الإمام والمأمومين. ما هي هذه العلاقة؟ تكون مرتبطة بموضوع المصلحة. والمصلحة ما هي؟ بجزئية علم المقاصد. التداخل أين يتجلى التداخل؟ يتجلى التداخل في ميال. أمر عجيب هذا موجود في الفنون. إن شاء الله في نهاية الدورة نختم المسالك التي ينبغي أن تحصل. شوف علماء الحديث كيف جمعوا السنن؟ جمعوها كما جمع علماء المقاصد، كما خرج علماء المقاصد المقاصد، بحيث من أبواب البخاري وغيره باب إبطال الغرض. ماذا فعل؟ جمع الأحاديث التي لها علاقة بباب إبطال الغرض. إذن العملية كيف؟ هاي النصوص تم تخريج عللها فانتخب الباب عند المحدثين. لهذا قيل فقه البخاري في ماذا؟ في تراجمه. إذن أبواب بيان القصد من حيث جمع ما اشترك في العلل، وإن اختلفت أبوابه لتحصيل قصد من المقاصد، وهو المنهج ذاته عند المناطق وعند إذن العلوم في الحقيقة فيها قصد مشترك من حيث مناهجها. ينبغي أن يلتفت إلى هذا القصد. نعم. احنا راينا في اصول الفقه عند دراسه القياس مثل ما اشرت في الحصه الاولى، مثلا المشقه تطبق بها الاحكام لانها غير منضبطه وانما ينطبق بالسفر، هذا الذي تقرر فيه. لكن مثلا المشقه او رفع الحرج هي في نهايه المطاف هي تحقق فيها الشروط، مثلا هي يعني قطعيه، ف يعني من ناحيه مقاصديه تنطبق بها الاحكام. لا مثلا أين تتجلى؟ لو إنسان سافر دون مشقة يقصر الصلاة ولا لا يقصر الصلاة؟ نعم، هذا الفرع في الأخير مثلا يشتغل في المناجم أو كذا، هذا هو الإشكال. هذا المشقة لا تنضبط مع الأحكام. لو علقناها بالمشقة، لأنه كي نربط المشقة بالأحكام وجودا وعدما، إن وجدت المشقة وجد الحكم، وإذا انتفت انتفى الحكم. فيضطر الشارع أو المفتي ماذا يفعل؟ أن يتردد على كل نازلة ليجيب عنها، تماما كما تعبدنا المولى عز وجل بما ببعثة الرسل وببعثة العلل. لما؟ حتى لا يطرق باب التشريع كل ثانية. يعني حتى المعنى العام وإن دل على الاستقراء لا يجوز إن لابد أن يكون منضبط. طبعاً، لأن تنزيله على أفراد الواقع يحتاج إلى تتبع وحصر، يحتاج المفتي أن يطرق بابك كل ثانية. فالمفتي هل هو مستعد لأن يجيب كل مستفتين؟ لهذا وضعت قوانين. قال سجد سها فسجد سها فسجد، هذه في قوة قوله كل ساه يسجد. زنى ماعز فرجم، هذا ماعز. لو أتى شخص آخر وسأل التشريع، مئات يسألون التشريع، ولكن وضع لك قاعدة
بهذا من الأوصاف ماذا نقول؟ من الأوصاف غياب التفريع في أزمنة التشريع، أن الجزئيات النبوية في عهد التشريع ليست مقصودة بذاتها، من المقصود في المنهج، خذ المنهج من الجزئيات التي ساقها التشريع. أرأيت منظومة أرأيت تدل على أنه قصد التشريع إلى تحصيل المناهج ولم يقصد أن يجيب عن كل نازلة. يعني معنى العام لابد يكون وصفا ظاهرا منضبطا. ضروري نعم ضروري. أستاذ فيما يخص تواتر المقطع من العدود من الظواهر إلى الظواهر. نعم. ذكرتم أن المقطع في المقتضي التواتر، ثم مثلتم بحديث ابن عباس نهى عن بيع الطعام قبل أن يقطع. أيوه. مسألة اجتهادية، وهذا كرأي صحابي ولا مذهب سلف. أحسنت. رضي الله عنه وأرضاه. أحسنت. ويعني وجه التواتر في المقطع. احنا قلنا راح نشرح المقالات لمن طه بن عاشور، سؤال في الصميم استبعد المذاهب السلف. لما من هذا الاشكال الذي طرحته؟ يعني هو راعى قصدا رقيق احد تخريجا على مذهبه وروايته، الان استبعده لما؟ لكونه احد. ماذا نفعل نحن؟ قلنا مقام المعاشرين، نطلب لهذا المعنى شواهد بالاعتبار لنقوم بترقيته. فنحن لا نتحدث عن المعاني التي انقدحت في ذهن صحابي واحد، وإنما نبحث من وافق ابن عباس في هذا المعاني، ونستعرض القواعد ونستعرض معهود التشريع قد تتقوى به تلك المعاني. يعني لما نقول راح نجول إن شاء الله المقام المعاشرين، وسنمثل بأمثلة من معهود الشرع، من معهود الشرع قد نعم بالمعهود قد يكون مقويا لهذا المعهد. أستاذ بارك الله فيكم. الثاني فيما يخص استقلالية عن المقاصد، ذكرتم يعني من أو شذرات عن كلام الشاطبي وغيره. نعم. خاصة الإمام الشاطبي، والذي فهمته منكم أن وكأن الشاطبي ألف في علم المقاصد استقلالا، لكن المشهور المعهود أن الشاطبي هو يؤلف في أصول الفقه وكأنه مقصد أصول الفقه. لا ألف في المقاصد. لا ألف في المقاصد. بدليل. أعطيك بدليل. توضيح الجزئية. نعم. في بداية مبحثه ماذا قال؟ قال الشاطبي أصول الفقه قطعية. تكفي هذه العبارة ولا لا تكفي؟ تكفي. أصول الفقه قطعية، ولكن ماذا أضاف إليها؟ لا ظنية. قطعية تكفي، فلما أتى بلا ظنية؟ هذه العبارة فهمها الإمام طه بن عاشور، ولكن دون أن يشير، دون أن يحيل. ماذا قال؟ قال النعمدة إلى الأصول لنعيد صهرها في بوتقة جديدة تسمى بمقاصد الشريعة. مقصد أصول. هذه مقصد أصول فقط. لا مشي مقصد أصول. مقاصد الشريعة، لأن الأدوات اللي تكلمنا عليها هي أدوات أصولية لغوية. موضوع العيلة في لسان العرب. أستاذ هو مثلا رحمه الله جعل كتابه أربع أجزاء، الجزء الثاني قال كتاب المقاصد، وكأنه المقاصد جزء. لا هذا خطأ. كتاب هذا من ناحية المنهجية، من ناحية خلف البحث التي وضعها هو لكتاب. كتاب المقاصد هذا تلخيص لما تناثر من مقاصد الموافقات. أعطيك الدليل. في المقاصد الأصلية والتابعة لا يمكن أن تفقه المقاصد إلا بالرجوع إلى باب الأمر والنهي في الموافقات. في الموافقات لا بد أن تعود إلى الأمر الصريح وغير الصريح واللوازم، لا بد أن تعود. فكأنه هذه الخاتمة جعلها تلخيصا مثل الباب الجامع في كتاب الموافقات، ليس استقلالية الأصول عن المقاصد، لأن ما ذكر في كتاب المقاصد تناثر في ثنايا الموافقات. هذا التلخيص فقط في كتاب الموافقات. خلونا نقارن بين هذه العبارتين، بين أصول الفقه وبين عبارة طه بن عاشور. هل تجد خلافا بينهما؟ لا تجد خلافا. لو قال قطعية
لذهب الناس إلى قطعية أصول الفقه والخلاف فيها، الخلاف المعهود هل علم الأصول قطعية وليس قطعية، ولكن أضاف ظنيا. ثم بعدها في المقدمة ماذا ذكر؟ ذكر المنهج التواتر الاستقرائي. التواتر الاستقرائي يضاف إلى القواعد الأصولية، هو معنى إعادة سهل الأصول لتصبح فن المستقل يسمى علم مقاصد الشريعة الإسلامية. موافقات في علم المقاصد، الدليل على ذلك يصنف المدارس الأصولية، هل تصنف مدرسة المقاصد الشاطبي ضمن المدارس الأصولية ولا مدرسة مستقلة؟ مدرسة مستقلة. فلهذا قال لا ظنية حتى لا تعتقد أن الأصول التي يتحدث عنها الشاطبي هي مسألة قطعية الأصول، لا يتحدث عن قطعية الأصول، إنما يتحدث عن ترقية المباحث الأصولية واللغوية والارتقاء بها إلى أن تصير علما قطعيا. شغل والعجيب أن الدكتور دراز حسنين وغيرهم من حقق الموافقات يتكلم على أصول فقه ناقشوا فيها جزئية لأنه كونه يقول قواعد أصولية قطعية. قطعية. وهو يتكلم على. إذا كان هذا الحديث نشيله هذه، لما ذكرها؟ لتحصيل حاصل. ولكن لا ظنية لأنه عالم بأنه يأتي زمان يفسر قوله بأنه يقصد الأصول، يقصد قطعية الأصول، لا يقصد قطعية الأصول، لأنه الشاطبي مع من يقول بأن الأصول ظنية، فلما قال قطعية؟ بدليل وين قال أن الأصول ظنية؟ بدليل قضية الارتقاء في المقدمة، المنهج الاستقرائي، العدول من منهج الأصول المنهج المقاصدي، من الظن إلى القطع، من الظن إلى القطع. إذا هو يرى أن الأصول ظنية، كيف يقول قطعية هنا؟ لا ينسجمون إلا بإعادة صهرها تحت ببتقاته. ثم هو كتاب مقاصد بناه على مجموعة من القواعد الأصولية. هذا هو بمنهجه. نعم. أستاذ سؤال أخير فقط، اللي هو ذكرتم مسألة الحق الفرق بالوصف، هذيك أوصاف الشريعة اللي ذكرناها نعم. عدل المساواة. نعم. لو توضح الجزئية أكثر. نعم. عندنا اختصار شيخ. الاختصار. نعم. راح أوضح هذه الجزئية الكلية من خلال جزئية، جزئية نوط الأحكام بالأوصاف، بالأوصاف والمعاني لا بالأسماء والأشكال. في هذه الجزئية سئل الإمام مالك عن خنزير الماء، خنزير الماء، فماذا قال؟ قال أنتم تسمونه خنزيرا، أنتم تسمونه. فلو قال أحد الفقهاء خنزير الماء لا يجوز أكله لكونه خنزيرا، ماذا نقول له؟ نقول له خالفت وصفا من أوصاف الشريعة الإسلامية التي دل عليها الاستقراء من أن الأحكام والفتاوى تبنى على الأوصاف والمعاني لا على الأسماء والأشكال. أنت اعتمدت على شكله فسميته خنزيرا، وهذا أدعى إلى تحريمه. إذا تعلق لا بد للفقيه المفتي أن يتحدث أو أن يتوكى على الأوصاف. فيه بحث ممكن نبحثه لك، نبعث لك هذا البحث إن شاء الله، وهو تخريج، التخريج على الأوصاف الكلية. يعني هناك المعروف التخريج على الفروع، التخريج على الأصول. أستاذ التخريج يعني قد يعني بعض المعاصرين قد يعني يغتاب منه. لما يغتاب؟ حتى لا يخالف، لأنه قال أوصاف تعكس مقصود الشرع في الفتاوى الخلفية التي تنطلق منها الأوصاف. دليل على ذلك أبو بكر العربي في المسالك في شرح الموطأ، عندما دخل إلى باب المعاملات ماذا فعل؟ ضبط المعاملة في 6 أصول حتى لا يخرج الفقيه عن هذه الأصول في جزئية المعاملة. ثم هل هي أكثر انضباطاً؟ لا ضرورة، يجب المفتي أن يستوعب هذه الخلفية قبل الإفتاء، وأن يصنف النازل ضمن باب حتى يستعرض أصوله. فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى.